السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حصون آمنة. في هذا اليوم سنتناول شعبة من شعب الإيمان، ألا وهي الحياء. هذا الحياء الذي أصبح مفقودا عند الكثيرين في هذه الأيام، هذا الحياء الذي قد يعتبره البعض هو من الأخلاق المعيبة التي يجب أن يتنازل عنها. فمن مقتضيات العصر أن يكون الإنسان منفتحا، أن يكون متصرفا، أن يكون حرا في سلوكياته، والحياء قد يشكل قيدا على هذه التصرفات وهذه السلوكيات. لكننا أصبحنا نعاني من فقدان هذا الحياء الذي يظهر في بيوتنا، في أخلاق كثير من شبابنا. لهذا كان لابد لنا أن نتناول موضوع الحياء، كيف نظر إليه الإسلام، وكيف يمكن أن يكرس هذا الحياء نموذجا حيا للمحافظة على أسرنا وعائلاتنا، كيف يمكن أن نحافظ على حصوننا من خلال خلق الحياء. لذلك للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف وإياكم معنا اليوم الدكتورة إسراء دبيغ من محافظة طول كرم لتحدثنا عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا دكتور. حياك الله دكتور. فضيلة الدكتور بشكرك على هذه الاستضافة، والشكر موصول أيضا لمعدين هذا البرنامج. نعم دكتورة، يعني حقيقة موضوع الحياء موضوع جدا مهم، وهو يعني من الأخلاق التي أصبح الناس لا يتحدثون عنها كثيرا، أو إذا تحدثوا عنها تحدثوا عنها بصفة من المثالية والتنظير، لكن على أرض الواقع أصبح هناك خلل كبير في موضوع الحياء في هذه الأيام. لذلك يعني ابتداء دعينا نتحدث عن كيف ينظر الإسلام لخلق الحياء، وما المكان التي أعطاها الإسلام لهذا الخلق. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بشكرك جزيل الشكر على اختيار هذا العنوان المهم، لأنه صراحة يعني أنا بتابع كثير من البرامج اللي بتعرض آلاف القضايا الإسلامية، مجال العبادات والمعاملات والعقائد. موضوع الحياء يعرض ولكن كأنه يعرض بنوع من الاستحياء، يعني مش معطينه الحجم والقدر المطلوب. موضوع الحياء موضوع مهم، لأن خلق الحياء هو الخلق الوحيد بين كل الأخلاق كلها اللي له صلاحيات كثيرة دكتور. له صلاحية أن يتدخل مثلا في مجال العبادات، في مجال المعاملات، وحتى في مجال العقائد، وحتى في الإيمان نفسه. الحياء له مطلق الصلاحية أن يتدخل في الإيمان في اللحظة المناسبة والوقت المناسب. يعني على سبيل المثال، لو الآن ممكن حد يستغرب ويتساءل شو دور أو شو دخل الحياء بالإيمان، أو شو الرابط اللي بينهم. فإحنا بدنا نسأل شو دور الإيمان. الإيمان دوره أنه يدفعنا للطاعات ويبعدنا عن المعاصي، هذا عمل الإيمان. الآن الله سبحانه وتعالى رحيم فينا، أرحم فينا من رحمة الأم بطفلها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيعلم الله سبحانه وتعالى إنه الإنسان قد تمر عليه أوقات يواجه مثلا مشاكل، إما اجتماعية أو اقتصادية أو صحية. هذه المشاكل من شأنها عند البعض إنها تضعف من الإيمان، فهون بيجي دور الحياء. فسبحان الله، وحاشا لله أن يتركنا في توهان، فأكرم علينا بنعمة ألا وهي خلق الحياء. فالحياء دوره هو يعمل كأمان أساسي عند ضعف الإيمان عند البعض. فعلى سبيل المثال دكتور، يعني مثلا إنسان بمر بضائقة مادية شديدة، ضائقة يعني ممكن إنه عليه ديون، أو بده مثلا يكمل بناء بيته، أو بده يعلم ولد من أولاده، ضائقة مادية شديدة. فهون عرض عليه مثلا قرض ربوي. الآن قرض الربوي إنه ممكن بدافع الإيمان إنه يجي، لا أنا كيف بدي أكون بعمل الله سبحانه وتعالى حرمه، إنه الله سبحانه وتعالى قال أحل الله البيع وحرم الربا، كيف بدي أقضي مع هذا العمل؟ الإيمان دفعه إنه يترك هذا العمل مرة ومرتين وثلاثة، لكن بسبب شدة الأزمة ممكن إنه يضعف الإيمان عند البعض، فهون خلص يقرر بده ياخذ هذا القرض الربوي. فهون الحياء إيش؟ يعمل بشكل أوتوماتيكي. قال
العلماء الحياء يمتزج في تعظيم الله مع محبة الله، فمباشرة بفكر كيف أغضب الله سبحانه وتعالى؟ وربنا أنا أخجل من ربي اللي أعطاني وأكرمني وأنعم علي بكل هذه النعم، أعطاني الصحة، العافية، الأولاد، الاستقرار، فالحياء بيكون رادع له، يستحي من الله سبحانه وتعالى، لذلك فلا يقدم على مثل هذه المحرمات. نعم صحيح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وكأنه جعل الحياء عنوان لحاله، وكأنه عاصمة ثقافية لهذا الإيمان. طيب دكتورة، يعني في الحقيقة هذا الحياء الذي هو له أثر كبير بالفرد والمجتمع، على الأقل أنه يمنعهم من اقتراف المنكرات والحرام ويبعدهم عنه في ذلك الأمر، لكن يعني موضوع الحياء عالجه القرآن بأكثر من طريقة، ومنها طرق أنه ضرب لنا نماذج من الحياء أو صور من هذا الحياء. هل يمكن أن تطلعينا على شيء من هذا القبيل مما ورد في كتاب الله عز وجل؟ ذكر في القرآن نساء، أو ممكن دكتور سمح لي نقول قدوات، اتخذن من الحياء منهجا لحياتهن، وهذا الحياء ما كان له أثر إنه لا قدر الله في رجعيتهن، على العكس تماما كان له أثر إيجابي في شخصيتهن. فنجد إنه المرأة على سبيل المثال، المرأة اللي اتصفت بصفة الحياء تقدمت في الحياة وتقدمت في العلم وتقدمت في الفهم، وحتى لو إحنا درسنا في سيرهن نجد إن سبحان الله غلب على شخصيتهن الاتزان. وعلى سبيل المثال بذلك، وبدليل على ذلك، بنات شعيب. بنات شعيب هن يعني يشكلن فئة من فئات المجتمع، كانن عايشات في منطقة مقطوعة، بعملن في مثلا في رعي الأغنام ليل نهار، حياتهن يغلب عليها الشقاء. ولكن بمجرد إنه ابنة شعيب اتصفت بصفة الحياء وأخذت شهادة إنها تتصف بصفة الحياء، طبعا مش شهادة جامعية أو خبرة مع احترامي لذلك، وما مثلا كانت مؤثرة على السوشيال ميديا وعندها آلاف المتابعات والمشاهدات، لا، هي اتصفت بصفة الحياء. فذكر في القرآن تمشي على استحياء، فقال السيد قطب: أي مشية العفيفة الفاضلة الطاهرة اللي ذهبت لسيدنا موسى وتحدثت بكل ثقة دون تعثر أو خضوع بالقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال إنه تحدثت بهذا الأسلوب بدقة لثقتها بحيائها، فتغير الدكتور حياتها بشكل جذري، انتقلت من حياة الشقاء إلى بيت النبوة، تقدم لخطبتها شاب قوي صالح صاحب رسالة كليم الله. وها هي عائشة رضي الله عنها تضرب لنا أروع الأمثلة في الحياء، فاتخذت من الحياء منهاجا لحياتها. شو بتحدثنا دكتور عن نفسها؟ بتقول انه انا كنت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم زوجي في بيتي وابوي ابو بكر الصديق، كنت ادخل وما اضع الحجاب على شعري، يعني ما البس الحجاب. ولكن عندما دفن عمر بن الخطاب شو قالت؟ قالت: والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر. فسبحان الله، وهنا يدعون أن نفرق، لكن هل كان هذا الشيء سبب في رجعيتها؟ على العكس، ستنا عائشة عالمة، فقيها، مفسرة، كانت مرجع لجميع المسلمين في جميع شؤون حياتهم. وهنا يدعون دكتور أن نفرق بين الحياء والخجل، والفرق طبعا يتجلى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. هي دكتورة يعني حقيقة موضوع الحياء موضوع جدا مهم، والفيصل بينه وبين الخجل يعني شعرة، قد الناس لا يعني أحيانا تختلط عليها الأمور، لكن الميزان الذي ذكرته هو ميزان حقيقة رائع جدا. والسيدة عائشة المثال الذي ضربتيه أيضا مثال هو يبين هذا الكلام. السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت تستحي من سيدنا عمر وهو متوفى مدفون، هذا ليس تخلفا كما يذكر بعض الناس، وشو هالعقلية بعض الناس يمكن أن يقول، لكن حقيقة هي من شدة الحياء الذي عندها
أدى إلى أنها تخجل حتى من ذلك في نفسها في ذاتها، وإن كان هذا ليس محرما من الناحية الشرعية، لكن هي نفسها السيدة عائشة التي أخذنا عنها أغلب الأحكام الشرعية الزوجية في البيوت هي عن سيدة عائشة، لأنه كان الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا كانوا يسألونها عن كثير من الأمور الخاصة وما يحدث في البيوت، وكانت تنقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطينا مثال أن المرأة المسلمة يجب أن تكون تتصف بالحياء، لكن هذا لا يمنعها من أن تأخذ دورها في المجتمع. هذه رسالة مهمة لكل الأدعياء الذين يحاولون دائما أن يطعنوا الإسلام بهذا الجانب وأن يصفوه بأنه دين الرجعية والتخلف وأنه يقيد موضوع المرأة. لذلك من أخطر الأمور التي تواجهنا هي موضوع نزع الحياء من المجتمعات. دعينا نتكلم عن المؤامرة في نزع الحياء من مجتمعاتنا، لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المتابعين والمتابعات، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد، نرحب مرة أخرى بالدكتورة إسراء. أهلا وسهلا فيك دكتورة. حياك الله دكتورة. دكتورة، كنا نتكلم ما قبل الفاصل عن كيف تستهدف مجتمعاتنا في هذه الأيام من أجل أن ينزعوا من أسرنا، من بيوتنا، من شبابنا، من نسائنا بشكل خاص، وإن كان المجتمع كله مستهدف في نزع الحياء. هناك يعني وسائل متعددة لمثل هذا يستخدمونها، كيف ترين هذا الدور لمثل هذه المؤسسات التي تستهدف هذا الخلق العظيم في مجتمعنا؟ هو دكتور انت اعطيتها الوصف الدقيق، هي فعلا مؤامرة او ممكن نحكي استهداف لنزع الحياء من المجتمع الاسلامي. طبعا دكتور هاي الحملة الشرسة او الهجمة الفكرية الغربية تنفق أموال طائلة على مواقع الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، صحف، مجلات، أبحاث، دراسات، يعني دكتور حتى لدرجة أنه جمعيات نسائية كان هدفها فقط أنها نزع الحياء من المجتمع الإسلامي. طبعا ليش؟ لأنهم فهموا أنه الأمم لا تبنى إلا على الحياء، والأمة الإسلامية تميزت في حيائها. وهم أذكياء دكتور، لما درسوا الإسلام وتعمقوا في دراسته عرفوا شيء أساسي، إنه تدمير المجتمع الإسلامي يكون عن طريق تدمير الأسرة المسلمة. ولما بحثوا وتعمقوا في عناصر الأسرة المسلمة قالوا بدنا نضربها في مركز قوتها ألا وهي المرأة، لمكانتها في الإسلام. طبعا الحياء لكلا الطرفين، لكن أنا بوجه كلامي الآن في هذا المحور للمرأة نظرا لطبيعتها وفطرتها. فقالوا إنه إحنا بدنا نضربها في مركز قوة، نضرب الأسرة في مركز قوتها ألا وهي المرأة، لمكانتها في المجتمع ولدورها في صنع الأمة. فهون اشتغلوا قالوا إحنا متى نجحنا في نزع حياء المرأة؟ إحنا نجحنا في تدمير المجتمع، تدمير الأسرة المسلمة، وبالتالي تدمير المجتمع الإسلامي بأكمله. ما هي الوسائل التي استخدموها لمثل هذا الأمر ولتنفيذ مثل هذا المخطط؟ أول شيء دكتور أطلقوا مصطلح بدنا تغريب المرأة المسلمة، تغريب ثقافتها وفكرها وعقلها، تغريبها حتى تكون بسلوكها، بتصرفاتها، بلباسها، بكلامها، بمشيتها، في علاقتها مع الجنس الآخر، تكون نسخة مكررة عن المرأة الغربية. فأول شيء بدأوا فيه إنه بدنا نعمل على تشكيل صورة نمطية سلبية جدا عن المرأة المسلمة. فإذا كانت المرأة ملتزمة بحيائها بلباسها، ملتزمة بحيائها بسلوكها، بنظرها، بتصرفاتها، هذه امرأة رجعية، امرأة متخلفة، هذه امرأة مظلومة. يلا انطلقت الصيحات ايش؟ لتحرير المرأة. وايش يعني تحرير المرأة؟ يعني تحلل المرأة من حيائها حتى انها تكون سلعة تستغل للأسف أبشع استغلال. فهون يعني دكتور رسالة إنه إحنا لازم هذا يعني الفكر اللي إحنا بنواجهه إنه يواجه بفكر أقوى منه، يعني هنا يقع على عاتق ذلك، لأنه للأسف الشديد دكتور قصة بعض النساء استجبن لهذه الدعوات الهدامة، استجبن لهذه الشعارات المزيفة، وفعلا نزعن حيائهم بخلق مثلا بخلع ثيابها الوحدي، أو مثلا بتعاملها مع الجنس الآخر تحت مسميات الصداقة أو الزمالة. فهون يعني المفروض إنه على الدعاة، على الداعيات، على المثقفين إنهم يواجهوا هذا الفكر الغربي بفكر
إسلامي أقوى منه. وأنا رسالتي أيضا للمرأة إنها تتمسك بثوب حيائها، لأنه نحن من يحق لنا رفع شعار الحرية. نحن حر، يعني المرأة المسلمة حرة بحيائها، المرأة المسلمة حرة بطريقة تحافظ فيها على أنوثتها وكرامتها وتحفظ حقوقها. وخير مثال ضرب بذلك إنه كيف المرأة المسلمة تتمسك مهما كان الظرف. أذكر مثلا صحابية ليقال إنها اسمها سعيرة الأسدية، كانت مصابة دكتور بمرض يعني من أصعب الأمراض حتى في هذا العصر، اللي هو مرض الصرع. كانت لما تصاب بهذه النوبات يعني تدخل في غيبوبة، ما تشعر بنفسها فتنكشف على الرجال. فضاق عليها الأمر فدقت باب النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له حالها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خيرها بين أمرين، إن شئت دعوت الله لك، دعوت الله لك، وإن شئت أو صبرت ولك الجنة. فهون طبعا قالت له اختارت الجنة، مع أنها ضامنة مكانتها في الجنة، إلى أن همات نازلت عن حيائها في الدنيا. قالت له: يا رسول الله، ولكني أتكشف. فدعا الله سبحانه وتعالى لها أن لا تتكشف. وهنا في الواقع المعاصر، تخيل دكتور بعد 1400 سنة تقريبا، في الواقع المعاصر بترجع نفس القصة. المرأة التركية دكتور اللي انتشر الموقع على اللي انتشر هذا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، المرأة التركية رفضت أنها تخرج من تحت الأنقاض، الركام، الحديد، الحجارة، حتى أنها قالت لهم: بدي ألبس حجابي، ما بخرج بدون حجابي. نعم، يعني ألا ترين يعني حقيقة هذه النماذج هي نماذج تعطي أمل، وهذه نماذج ربيت منذ نعومة أظفارها على موضوع الحياء. صحيح. لكن يعني حقيقة من أخطر الأمور التي نراها الإعلام ودوره في نزع الحياء. ألا ترين أن الإعلام له دور أساس، وهو الأداء الأقوى في يد هؤلاء المخربين إنجاز التعبير؟ نعم صحيح. لمجتمعاتنا. نعم صحيح. لذلك أنا تحدثت وقلت إنه لازم على الدعاء إن يواجهوا هذا، اللي إنهم يردوا على هذا الفكر أيضا باستخدام وسائل العصر، باستخدام هم كما يستخدمون وسائل الإعلام اللي دخلت الآن مثلا مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت بإيدين الجميع الصغير والكبير. فضروري أيضا على إحنا الدعاء إن نواجه هذا الفكر أيضا باستخدام الوسائل اللي هم بيستخدموها ونواجهها بشكل أقوى. نعم، يعني حقيقة الإعلام سلاح ذو حدين. نعم، يعني نحن في برنامجنا هذا مثلا هي خطوة مساهمة جهد باتجاه استغلال الإعلام من أجل توضيح للناس، تثقيفهم، وعيهم، التنبيه على خطورة مثل هذه الأمور. لكن حقيقة خطورة الإعلام الآن الذي يغيب خلق الحياء والذي يستهدفنا من الداخل، الإعلام اللي هو حقيقة يستخدم من لعمل هذه المؤامرة، خطورته أنه أحيانا لا يأتينا بشكل صارخ. لا نجد مثلا من يخرج علينا ليقول على المرأة أن تنزع حياءها، لأن هذا سيواجه بالصد. لكن هذا يغرس في أذهان بناتنا وشبابنا منذ نعومة أظفارهم لنزع الحياء. يعني صور ابتذال المرأة، أغلب تجد بطلات الأفلام أو المسلسلات هي فيه تعري، يعني ليس عدم الحجاب، لكن نعم، حتى يعني كأنه التعري هو عنوان للغنى، عنوان للثقافة، عنوان للتحرر. تجد علاقات الحب بغير الزواج أو الغرامية غير الزواج، هذه يكبرونها فيجعلوننا نتعاطف مع امرأة قد تكون زنت أو تكون هربت مع عشيقها ضد أبيها. هذه الصور من العلاقات الزوجية الآن هذا أصبح الآن يتمرد على ذلك. وأخطر ما في الحياء هو كسر الحواجز. كيف يمكن لنا أن يعني نأخذ بيد أبنائنا وبناتنا باتجاه الحياء ونحافظ عليهم ونغرس فيهم هذا الخلق؟ طبعا دكتور الحياء هو خلق إنساني في الفطرة الإنسانية، لكن سبحان الله الفطرة الإنسانية زي ما أنت تحدثت، هناك عندنا فتن، هناك عندنا مغريات، هناك عندنا شهوات. إذا ما كان يعني المرأة المسلمة أو إنه الشباب بشكل عام إذا ما كان عندهم، إذا ضعف عندهم الإيمان زي ما تحدثنا في البداية، فهون وما كان في حياء ممكن إنه مباشر هم ينجروا وراء هذه الفتن.
لذلك علينا انه في حال انه كان دخل تشوهات على هذه الفطرة انه نسعى احنا على السبيل الشخصي الى اكتساب خلق الحياة، اما عن طريق مثلا على سبيل المثال القراءة في سير الصالحين، تقوية الوازع الديني، تعميق العاطفة الإيمانية وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى، الدعاء المتواصل، الرفقة الصالحة، يكون عندنا وعي بهذه الوسائل التي تمارس إنه لنزع الحياء في المجتمعات الإسلامية، هذا على سبيل الإنسان ونفسه. من أسباب أيضا زي ما أنت تحدثت فقدان الحياء غياب القدوات التربوية، سواء كان في المدارس للأسف الشديد أو مثلا في البيت. أحيانا نجد أنه على سبيل المثال الأم، خاصة بالذات الأم دورها مهم، على الأم أيضا أنها أولا تكون هي حاملة للواء الحياء قبل غرسها في بنتها من الصغر. الأمر الثاني أنها تبدأ ما تهمل هذا الخلق أو تمر عنه مرور الكرام، لا بالعكس تبدأ من وهي بنتها طفلة عمرها سنتين وثلاثة أنها تقرأ عليها السير الصالحين اللي خاصة في خلق الحياة بأسلوبها الجميل. الأمر الآخر أنه إذا شافت الأم على البنت مثلا أنها قامت في أي تصرف في خلق الحياة أنها تعزز هذا الموقف ما تمر عنه مرور الكرام. يعني على سبيل المثال عندنا أفلام الكرتون للأسف تدخل فيها أشياء فيها قلة حياء، أشياء خطيرة جدا. نعم، يعني إذا الأم ما انتبهت، وحتى هاي الفيديوهات واللي بيكونوا مثلا بعض البرامج اللي بتمثل الأطفال، خاصة للأطفال، هي بيكون يعني مثلوها ناس مثلا كبار الأطفال، يعني فيها أمور إذا ما انتبهت إليها الأم يعني البنت ممكن هتكون وسيلة إنه تدمير حياة طفلتها. لذلك هي تنتبه مثلا البنت كانت على برنامج الكرتون وانتقدت تصرف معين أو شالت عنه، الأم تشجعها تعزز في هذا الخلق. أيضا تبدأ ببث الأحكام الشرعية وتعليمها الأحكام الشرعية بشكل تدريجي حسب المرحلة العمرية اللي هي واصلت لها. يعني على سبيل المثال إذا كانت مثلا البنت مثلا كانت هي طفلة تلبس مثلا عمرها سنتين ثلاثة تلبس مثلا الحفر على سبيل المثال، هذا بمجال اللباس. كبرت شوي تحكي لها لأ ماما ما بيصير في خارج البيت نلبس مثلا نص كم، كبرت شوي تلبسها مثلا لكم، كذلك تدريج فيها بالأحكام الشرعية وفي كلامها إنه مثلا تحكي مع صاحب الدكان بهذا الأسلوب، إذا كبرت شوي مثلا إذا خرجت مثلا للشارع، إذا مثلا كانت في الجامعة كيف تتحدث مع دكاترتها في الجامعة، يعني تعلمها كيف إنها تحافظ على خلق الحياة في كل تصرفاتها في لباسها وفي نظرها وفي سمعها وفي بصرها. نعم، يعني دكتورة، يعني ملخص الحديث، نحن بحاجة من الآباء والأمهات ومؤسساتنا والمحاضن التربوية أن تعنى بهذا الخلق، خلق الحياة، والأمر بحاجة إلى تدرج وإلى متابعة حثيثة وإلى التنبيه على التصرفات الموجودة بكلين لغرس مثل هذه الفكرة وربطها بالله سبحانه وتعالى. صحيح. لأنه عندما ربطها الحديث الذي ذكرتيه في أول حديثنا، الحياء شعبة من شعب الإيمان، فحقيقة لأنه يريد أن يربط هذا بالإيمان، فلما نقوي الإيمان في القلوب أيضا هو يجعل هناك تقوية لمثل هذا الخلق. أنا أشكر لك يعني حقيقة هذه المعلومات القيمة وهذا الحديث الشيق في هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يجد هذا صدى في مجتمعاتنا وفي أسرنا. بارك الله فيك دكتور. أعزائي المتابعين والمتابعات، وما زالت المؤامرة مستمرة وما زال المخطط ينفذ، يريدون منا أن ننزع عنا رداء الحياء، يريدون منا أن نخرج إلى مجتمعاتنا في اختلاط يذهب بكل الأخلاق. فالحياء هو لا يأتي إلا بخير، والحياء هو من أعلى الأخلاق التي نريدها في أسرنا. إذا نزع الحياء من المجتمع فعلى المجتمع السلام. لذلك لابد أن نكرس حياتنا من أجل أن نزرع هذا الخلق، خلق الحياء، في أبنائنا، في بناتنا، في أزواجنا وفي أسرنا وفي بيوتنا. نحن بحاجة إلى أن نواجه المؤامرة التي نواجه بها من خلال الإعلام، من خلال النشاطات المختلطة التي يحرصون عليها ويشترطونها في كل تمويل وفي كل دعم. بحاجة إلى أن ننتبه حتى لأطفالنا وهم صغار وهم يتابعون الرسوم المتحركة في صور أحيانا يمكن أن نصفها بالمقززة، التي يمكن أن تنزع كل هذه صفة الحياة. يريدونهم دائما أن يكسروا الحواجز ما بين الجنسين من أجل أن يصبح هذا المجتمع مستباح، لكننا لابد أن نواجه ذلك وأن نبني هذا الحاجز أو هذا الخلق في نفوسنا ونجعله حصنا منيعا في حصوننا الآمنة. أشكر لكم حسن متابعتكم
وإلى أن ألقاكم مع حلقة جديدة من برنامج حصون آمنة. أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.